7 أكتوبر 2023 حماس قامت بعملية طوفان الأقصى ضد سلطات الاحتلال. بعد 3 أيام نهار 10 أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي قص الماء على قطاع غزة في إطار الحصار الشامل على القطاع. إن خشمال، إن مازون، إن مايم، إن دلك، كل سقوط. علماً أن القطاع يعاني في مشكلة كبيرة متاع ماء من أصله. إجا نفهموا علاش. في غزة السبالة في دين جيوش الاحتلال تتحل وتتسكر بأمر منها. كي نرجعوا في التاريخ نوفمبر 1967، أصدر سلطات الاحتلال أمر عسكري يقول أنه أي مصدر جديد متاع مياه تحصلوا عليه الفلسطينيين ولا تطوير أي بنية تحتية جديدة للمياه إلا بتصريح من الجيش الإسرائيلي، هذا في غزة ولا حتى في الضفة الغربية. وكانت الاستراتيجية هذه محطوطة لتهجير الفلسطينيين بشهادة الجريدة الإسرائيلية هاريتس. خلينا توا في قطاع غزة. قطاع غزة محاصر من 2007 والاحتلال مانع توزيع الماء بين الضفة الغربية وغزة. بخلاف المطر اللي نادرة في المناخ شبه الجاف، غزة عندها مصدر وحيد متاع ماء اللي هو حوض المياه الجوفية الساحلي اللي يمتد من شمال شبه جزيرة سيناء في مصر عبر غزة المدن جنوب حيفا. بخلاف انه المصدر الوحيد ونظرا للكثافة السكانية العالية متاع غزة، الميادة المائية هذه يضطروا الفلسطينيين انهم يستغلوها بصفة كبيرة، وعدد الآبار يمكن وصل ل10,000 في القطاع كله. الكمية الكبيرة متاع الماء اللي لازم تتجبد تفوت الكمية الماكسيموم مش الميادة تتجدد. السبب هذا خلى الآبار يفوت عمقها 19 متر، هذا اللي خلى ماء الميادة يتداخل مع ماء البحر، اللي خلى الماء غير صالح للشرب وتجاوز النسب العادية والمعايير العالمية في نسبة الملح. 96.2% من المياه المنزلية اللي تجي من الطبقة الجوفية غير صالحة للشرب. وزيد على هذا الاحتلال كثر حتى هو من عدد الآبار اللي دايرة بقطاع غزة، الآبار الموجودة على طول حدود غزة تحت سيطرة شركة المياه الإسرائيلية ميكوروت. يستخرجوا منها المياه الجوفية قبل ما توصل للقطاع اللي خلاها تشيح من الماء. فيما يخص الماء اللي يوصل للسبالة في الديار اللي في غزة، 40% منها ما توصلش للقطاع بسبب ضعف البنية التحتية، على خاطر أقل من 16% من المواد اللازمة لبناء وتحسين البنية التحتية للمياه اللي تجي من المنظمات العالمية توصل لغزة بسبب الحصار اللي عطل وصول المواد هذه. من الآخر 97% من سكان غزة يشربوا في ماء سيترنات بطريقة عشوائية. زيد على هذا محطات تحلية المياه اللي عندهم حجمها صغير برشا وغالبا تخدم بالطاقة الشمسية، خاصة أنه الاحتلال مصعب وصول الطاقة. علما أنه 79% من محطات تحلية المياه في غزة مش مرخصة، و 12% من عينات المياه المحليات اللي تم اختبارها ظهر مستويات خطيرة من التلوث. مشكلة التلوث هذه عامة، 4% كهو من سكان غزة يوصلهم ماء نظيف، الشيء اللي وصل مشاكل صحية كبيرة. ما بين 13-14% من سكان غزة يعانيوا من أمراض في الكلاوي. سكان غزة يعانيوا في مشاكل كبيرة متاع تفاوت في استهلاك الماء. حسب المكتب الفلسطيني الإحصاء، المواطن الغزاوي ما يستعمل كان ما بين 77 و83 إيترا ماء برك في النهار، أقل من توصيات منظمة الصحة العالمية 100 إيترا يوميا للفرد، وقت اللي الإسرائيلي يستعمل في ما بين 240 و300 إيترا في النهار. علماً أنه في 83 إيترا ما فهم منهم كان 22 إيترا تصلح للاستعمال متاع إنسان في فلسطين كاملة. الوضعية هذه تقيم فيها برشا منظمات عالمية حتى قبل حدث 7 أكتوبر، وفي برشا فرص برشا منهم قالوا أن الوضعية من أصلها كارثية. الوضعية الحالية ما تنجم تزيد كان في كارثة الماء في غزة اللي هو من أبسط أساسيات الحياة. We all know water is life and Gaza is running out of water and Gaza is running out of life.